طيب خبر آخر وتصريح مهم جدا لعلي معلول الظهير الأيسر للمنتخب التونسي والظهير الأيسر للنادي الأهلي. كلنا اتفاجئنا أول أمس بقرار الان جريس باستبعاد علي معلول من قائمة المنتخب التونسي وتعويضه بكريم العواضي. رد فعل جمهور النادي الأهلي أثار الجميع في تونس قبل مصر، ورد فعل جمهور النادي الأهلي يمكن لقى تأثير إيجابي جدا على نفسية علي معلول نجم المنتخب التونسي ونجم النادي الأهلي. علي معلول النهارده كان ليه تصريحات مهمة جدا عبر إحدى الإذاعات التونسية. أولا طبعا اهتم جدا بفكرة المصلحة الجماعية للمنتخب التونسي، وهنا برضو بيوري لك مدى تأثير الأفكار اللي بتتقال دايما داخل النادي الأهلي على اللعيبة المحترفين اللي بيبقوا موجودين داخل النادي الأهلي، إن الفريق الروح الجماعية أو الفريق الجماعي الألقاب بالنسبة له أهم جدا من الألقاب الفردية. فبالتالي حديث علي معلول النهارده لما قال هذا منتخب تونس وليس لاعب أو جهة معينة، وبالتالي أتمنى التوفيق لجميع زملائي في تحقيق نتيجة جيدة في كأس الأمم الفترة القادمة. قال جملة مهمة جدا: كرة القدم بتربح من خلالها عدة أمور مثل المال ومشوار كبير وحب الناس من قاعدة جماهيرية كبيرة، لكن لما جمهور النادي الأهلي بالنسبة لك يتكلم عنك ويدعمك ويحفزك ده أهم وأكبر كتير جدا من الشهرة والمال. حب الجمهور ده لا يعوض، وحب الجمهور أهم لأي لاعب من الشهرة والمال. وبشكر بشكل خاص جمهور النادي الأهلي على هذه اللفتة الطيبة والروح الجميلة اللي صدرت من جماهير النادي الأهلي، وأيضا بيشكر كمان جمهور نادي الصفاقسي التونسي، لأن كمان علي معلول من اللعيبة اللي نشأت وترعرعت وانطلقت في الكرة التونسية ومن أبناء مدينة صفاقس ومن أبناء نادي الصفاقسي التونسي. قال أيضا في مصر من الصعب أن يحظى لاعب أجنبي بشعبية وحب الجماهير. أشكر جماهير النادي الأهلي على تعاطفهم معي، وإن شاء الله يروا مني كل خير خلال الفترة القادمة. علي لو بصينا في الأرقام والإحصائيات وتحديدا في مركزه كمركز الظهير الأيسر في المنتخب التونسي، علي معلول أرقامه السنة دي مع النادي الأهلي وفي مشواره الإفريقي مع النادي الأهلي أكتر من أيمن بن محمد الظهير الأيسر لنادي الترجي التونسي واللي موجود حاليا في صفوف المنتخب التونسي، وأيضا من وجد كشريدة الاحتياطي الثالث في هذا المركز. علي معلول السنة دي يعتبر أبرز لاعب في الكرة الإفريقية تأثيرا في مكانه وفي مركزه، ومن أكثر اللاعبين عمل كرات أسيست للمهدفين وتهديفا كمان مع النادي الأهلي في الدوري المصري وفي البطولات الإفريقية. فلاعب قيمة كبيرة جدا. وبصراحة كده بطولة الأمم القادمة مش عارفين فيها الاختيارات ماشية إزاي، لأن بصراحة أبرز 3 لاعبين في الكرة الإفريقية في الفترة القريبة في الكرة الإفريقية الفترة الأخيرة مش موجودين في كأس الأمم. علي معلول مع المنتخب التونسي ونجم النادي الأهلي، ونجم المنتخب المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب النادي النصر السعودي والمحترف في الدوري السعودي ونجم المنتخب المغربي وهداف الكرة السعودية في الموسم الماضي. أبرز 2 لعيبة محترفين في الفترة الأخيرة غير موجودين في كأس الأمم الإفريقية. قرارات هي هيسأل عنها في النهاية سواء الان جريس أو هيرفي رونار المدير الفني للمنتخب المغربي، لكن في النهاية هنشوف البطولة هتمشي إزاي، وساعتها هل وجهة النظر الفنية هتكون صح ولا استبعاد أهم 2 لعيبة في المنتخب التونسي والمنتخب المغربي رد فعلها ايه الفتره الجايه. لان كمان حتى المنتخب الوطني المنتخب المصري عمرو السوليه عدد من اللعيبه، كمان احمد فتحي، يعني انا مش متخيل اتفرج على منتخب مصر في كاس الامم وما فيهوش احمد فتحي. فالمهم يعني البطوله الجايه اختيارات المدربين هي اللي هتكون عامل الحسم، وهنشوف وجهه النظر حسب النتيجه هي اللي هتحدد اذا كانت وجهه نظر المدرب صح ولا غلط.